من فقه زيارة القبور. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بزيارة القبور لأن فيها تذكرة للآخرة وتزهيدا في الدنيا وعبرة للمعتبر. وزيارة القبور ثلاثة أنواع: الزيارة الشرعية، وهي زيارة القبور من أجل الدعاء للأموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة. الزيارة البدعية، وهي أن تقصد القبور للعبادة عندها بقراءة قرآن أو صلاة أو ذبح وغير ذلك، وهذه بدعة وهي من وسائل الشرك. الزيارة الشركية، وهي زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح أو النذر لهم أو غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله، وهذا شرك بالله عز وجل. ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة من المسلمين، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.